إلى وقت غير بعيد كان هذا المكان أكبر مفرغة عمومية بالعاصمة، أو ما يعرف بمفرغة وادي السمار. اليوم تحول المكان إلى منتزه عمومي يتربع على مساحة 49 هكتار، استعملت فيه تقنيات حديثة لاستخراج غازات النفايات المدفونة بها واستغلالها في إنتاج الكهرباء. النفايات الجزائرية متكونة من عدة أصناف بما فيها 54% مواد عضوية. هذه المواد العضوية هي اللي ينتج منها الغاز الحيوي وعصارة النفايات. الغاز الحيوي يتم يا إما حرقه يا إما إعادة استخراج الكهرباء من الغاز الحيوي هذاك من أجل بوريكليري هذه الحظيرة هذه. وللتخلص من رواسب النفايات، المشروع تضمن أيضا تقنيات لمعالجة عصارة النفايات والتي تشكل خطرا كبيرا لا سيما على المياه الجوفية. هذا الديشارج سوفاج كانت عندها ديزامباكت نيجاتيف على الانفيرومون. العصارة كانت تسرب المياه الجوفية، كان عندها خطر انها تسرب المياه الجوفية ونخسروا المياه تاع الاجيال القادمة. عصارة النفايات المنتجة تم توجيهها الى محطات خاصة ذات تقنية عالية من اجل المعالجة، حيث يمكن استعمالها فيما بعد تولي ماء صافي يمكن استعمالها في السقي واللافاج وتسكي يوزاج نورمال. معالجة عصارة النفايات بهذه التقنية سيتم تعميمها، أين سيزوى 33 مركز ردم تقني عبر الوطن بمحطات معالجة عصارة النفايات بسعة 80 متر مكعب في اليوم. في هذا المجال وزارة البيئة والطاقات المتجددة كلفت الوكالة الوطنية للنفايات لتمويل 33 في مرحلة أولى 33 مركز ردم التقني بوسائل تقنية عصرية لمعالجة هذه عصارة النفايات، ولا ليتكلموا عليها لجميع الناس باسم الليكسيفيا. وبهذا تعد مفرغة وادي السمار نموذجا لمفرغة عمومية تحولت لحديقة عمومية صديقة للبيئة، على أمل تعميم هذه التجربة على بقية المفارغ الأخرى.